بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في درسنا الجديد والذي سوف نتحدث فيه عن إعداد قائمة فحص ما قبل اختبار الاختراق، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية Pre-Penetration Testing Checklist. دعونا أولا نعرف اختبار الاختراق. كما هو واضح من مقتضى الاسم اختبار الاختراق أنه مجموعة من الأنشطة التي تعمل لتعريف أو كشف الثغرات الأمنية، والفكرة هي إيجاد مدى السهولة أو الصعوبة على شخص ما لاختراق آليات التحكم الأمنية في المنظمة، أو الحصول على الدخول الغير مصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية لها. اختبار الاختراق يتضمن فريق صغير من الأشخاص موكلين من المنظمة لكي يقوموا بعمل هذا الاختبار، وهذا الفريق يحاول كشف الثغرات التي توجد في أنظمة أمن المعلومات للمنظمة، وذلك من محاكاة الشخص الغير مصرح له أو ما يعرف بالهاكر للهجوم على النظام باستخدام نسف الأدوات والتقنيات. والآن نعود إلى إعداد قائمة فحص ما قبل اختبار الاختراق. إعداد هذه القائمة تعتبر خطوة رئيسية يجب أن يقوم بها كل مختبر اختراق، وهي تغطي الجوانب التقنية والقانونية في الشركة والتي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل البدء في المراحل الأولى من الاختبار. أعددت لكم قائمة تتكون من 21 خطوة. دعونا الآن نبدأ بالخطوة الأولى، وهي جمع المعلومات عن المنشأة المستهدفة. اختبار الاختراق هو عملية هدفها تحسين الأنظمة في أي منشأة. قبل البدء في هذا المشروع يجب أن يقوم مختبر الاختراق بجمع المعلومات عن الشركة المستهدفة، بما في ذلك تاريخ الشركة. وفي العادة فإن الشركات الكبيرة لديها موقع ويب رسمي، وعلى المختبر أن يستخدم هذا الموقع كمصدر رئيسي للمعلومات. فتقوم بعض الشركات باستخدام الجرائد والمجلات لعرض تفاصيل حول نموها وتطورها. إن جمع هذا النوع من المعلومات سوف يعطي المختبر نوع من الفهم العميق حول طبيعة هذه الشركة. وتشمل خطوة جمع المعلومات عن المنشأة المستهدفة على التالي: تاريخ تأسيس المنشأة، أهداف المنشأة، المنتجات، الشركاء، معلومات الموظفين والعملاء. نأتي إلى الخطوة الثانية، وهي زيارة مقر المنشأة. يجب أن يقوم مختبر الاختراق بزيارة مقر المنشأة للتعرف على المناطق المحيطة بها من مواقف ومرافق وغيرها. يجب عليه فحص البنية التحتية المادية لهذه المنشأة. يجب على مختبر الاختراق أن يزور المكان الذي تكون فيه أجهزة الشبكة كالراوترات والسويتشات والجدران النارية وغيرها. يجب فحص الأجهزة التالية كلا على حدة. يجب فحص غرفة معدات الشبكة وغرفة السيرفرات. ويجب التحقق من المكان الذي سيتم فيه عمل اختبار الاختراق، ويفضل أن يقوم بالغرب من مركز البيانات. كذلك يجب التأكد من توفر الحماية الكافية لغرفة الشبكات والسيرفرات. الخطوة الثالثة: عمل قائمة من متطلبات الشركة لعمل اختبار الاختراق. يقوم مختبر الاختراق في هذه الخطوة بجمع المتطلبات من الشركة، وتختلف هذه المتطلبات من شركة إلى أخرى، وتعتمد هذه المتطلبات على الجوانب التالية: طبيعة ونطاق العمل، طبيعة حساسية البيانات في الشركة، القضايا القانونية والأنظمة، نموذج العمل في الشركة. وقد تتطلب هذه الشركة من مختبر الاختراق بعض أو كل الأنواع التالية من الاختبارات:
اختبار اختراق خارجي. الاختبار الخارجي يشير إلى الهجوم على محيط شبكة المنظمة باستخدام إجراءات تؤدي من خارج أنظمة المنظمة، وتكون على الأغلب من الإنترنت للقيام بالاختبار. فريق الاختبار يبدأ باستهداف الأجهزة والخوادم الظاهرة خارجياً في الشركة، مثل DNS سيرفر، إيميل سيرفر، ويب سيرفر، أو الجدران النارية فايروولز. اختبار اختراق داخلي. الاختبار الداخلي يكون داخل البيئة التقنية للمنظمة. يكون التركيز في هذه الاختبارات على فهم ماذا يمكن أن يحدث إذا تم اختراق محيط الشبكة بنجاح، وماذا يمكن أن يفعل شخص لاختراق مصادر معلوماتية محددة داخل شبكة المنظمة. اختبار الصندوق الأسود. من أجل محاكاة الهجمات الحقيقية للحد من الإيجابيات الكاذبة false positives، يجب على مختبري الاختراق اختيار اختبار الصندوق الأسود، أو ما يعرف بالهجوم الصفري، أي عدم وجود أي معلومات مسبقة أو أدوات مساعدة من العميل، واستكشاف الشبكة أثناء عمل اكتشاف enumeration للخدمات وأنظمة الملفات المشاركة. اختبار الصندوق الأبيض. يحدث هذا الاختبار عندما تقوم الشركة بإعطاء معلومات عن الهدف لمختبري الاختراق. إذا احتاجت الشركة إلى تقييم اختبار اختراق هدف بعينه، فإنها تقدم المعلومات الكافية لمختبر الاختراق. الاختبار وفقاً لعدد العناوين IP addresses. ويشمل هذا الاختبار يشمل اختبار الشبكة بالاعتماد على العدد الكلي للعناوين IP addresses للشركة. الخطوة التالية هي الحصول على عرض اختبار مفصل. ينبغي على الشركة إعطاء معلومات مفصلة عن طبيعة ونطاق اختبار الاختراق. يجب على مختبر الاختراق أن يطلب من الشركة أن تقدم عرضا مفصلا، وينبغي إدراج التفاصيل التالية في الاختبار: عدد العناوين وعناوين IP addresses المراد اختبارها، نوع الاختبار، عدد الاختبارات التي سيتم عملها. الخطوة التالية الحصول على بطاقة هوية مؤقتة لجميع مختبري الاختراق. الخطوة السادسة تحديد رئيس فريق الاختبار، أي من سيكون رئيس هذا الفريق. الخطوة السابعة تقديم تقارير اختبارات الاختراق السابقة من الشركة. تحتفظ الشركة هنا بنسخ من تقارير اختبار الاختراق السابقة للرجوع إليها في المستقبل. يجب على فريق اختبار الاختراق أن يطلب هذه التقارير من الشركة حتى يأخذ فكرة واضحة عن المشاكل السابقة. وإذا تم الاستلام أو استلام هذه التقارير، يجب على الفريق أن يأخذ النقاط التالية في عين الاعتبار: أسباب تأدية الاختبار، فريق اختبار الاختراق السابق، ومتى تم إجراء الاختبار السابق. الخطوة التالية توكيل محامي. الخطوة التالية إعداد الوثيقة القانونية لاختبار الاختراق، وتشمل التالي: القواعد والقوانين التنظيمية، الأحكام والشروط، الجوانب القانونية للاختبار. الخطوة التالية هي إعداد اتفاقية المحافظة على السرية. الخطوة التالية هي الحصول على تأمين ضد المسؤولية. الخطوة الثانية عشر
تخصيص ميزانية للمشروع. وتشمل نفقات السفر والسكن والغذاء والمصروفات الفردية. إعداد فريق مختص، ويتكون من مختبر اختراق قواعد البيانات، مختبر اختراق أجهزة السيسكو، ومختبر اختراق الجدران النارية، ومعد التقارير. الخطوة التالية قائمة بالأدوات التي سيتم استخدامها، وسوف أرسل لكم قائمة فيها الكثير من الأدوات كالبورت سكانرز، هايجاكينج تولز، فلنربيليتي سكانرز، أبليكيشن سكانرز، فاير وول تولز، نتورك سكانرز، فون تولز، بينج تولز، وغيرها من الأدوات. الخطوة التالية قائمة بمتطلبات الأعداد والبرامج. الخطوة السادسة عشر قائمة بالأجهزة التي سيتم فحصها. قائمة بمعلومات الاتصال بالموظفين الرئيسيين في الشركة. الخطوة الثامنة عشر تحديد الغرض من الاختبار. وهذا مثال على تحديد الغرض، تحديد التهديدات التي تواجه أصول معلومات الشركة، تحديد نقاط الضعف الرئيسية، حماية المنظمة من الفشل. الخطوة التالية تحديد طبولوجيات الشبكة. والخطوة العشرين مسودة المشروع الزمني للمشروع. والخطوة الأخيرة تحديد كيف سيتم تسليم تقرير اختبار الاختراق، ويشمل هذا على نقاط الضعف في الشركة، التدابير الواجب اتخاذها للحد من تلك الثغرات، التوصيات، توثيق النتائج، وأخيرا الملخص النهائي.